معكم عزوز منقي، واسعد الله ايامكم بكل خير وتباحكم بكل خير. وقبل ما اتكلم في اي حاجه، اتمنى الاشتراك على قناتي زاد اللقطات وزاد العقبات وزاد الكلام الحلو. طبعا انا هنا بكلمكم في البحر المتيا، وراح اوريكم ازاي الواحد يستمتع. عنوان الفيديو اليوم كيف تستمتع بيومك، ازاي تعيش حياتك وتغير جوك حتى ما تفضل حياتك كئيبه في هموم واحزان. وانا راح اوريكم عملي كيف تستمتع بيومك مع بدايه الصباح وليس في الليل ولا نص اليوم. النهارده اتكلم ازاي تستمتع بيومك من اول ما تصحى من النوم. يلا بينا اوريكم عن ازاي تستمتع بيومك. واشتركوا في قناة زاد اللقاءات وزاد اللقاءات. طبعا اول حاجه تعملها في بداية الصباح اول ما تصحى من النوم تفطر حلو، تفطر حلو، فطار حلو. بعدين بعد ساعه تشرب لك قهوه، بعدين بعد تشرب لك قهوه تعمل لك عادات حلوه في مكان حلو. يعني بعد ساعه تحين ثلاثه في بداية الصباح تعمل لك تمشي، تعمل لك ممسح، تعمل لك رياضه، تمشي لمده ساعه. وانا راح اوريكم ازاي الواحد فعلا يغير نفسيته ويغير مزاجه ويطلع من الهموم والارق اللي هو فيه. طبعا كمان تستخدم في الصباح، يعني واحد يمشي زي كده، يعملوا رياضه مع البحر، تعمل لك رياضه وتغير جوك وتعيش حياتك صحه نفسيه حلوه. طبعا كما شرحت في الفيديو السابق ان وكما تساعدون اللي بيجروا، طبعا الرياضه حلوه مع البحر، تعمل لك رياضه تمشي لمده ساعه مشي خفيف حلوه وتستمتع بيومك مع البحر. طبعا في نهايه الفيديو حاب اقول تستمتع مع البحر، تصحى من النوم تفطر كويس وتشرب لك قهوة بعد ساعة ولا ساعتين، بعد الفطار ساعتين تشرب لك قهوة، وبعد القهوة بربع ساعة أو ساعة تعمل لك رياضة وتمشي جنب البحر. طبعا المشي وشرحت في الفيديو السابق المشي رياضة جنب البحر حلوة لصحتك النفسية والمزاجية. فرصة سعيدة لكم، و اتمنى الاشتراك على قناتي زاد اللقاءات زاد العقبات زاد الكلام الحلو. وانا عايز الاشتراكات ترتفع واللقاءات ترتفع وتوصل للالاف والمليون، لان انا هنا بكلمكم من البحر. فرصه سعيده لكم وشكرا لكم.